السلام عليكم، معكم جان البلوشي. اليوم جبناكم في الورشة، في المعمل نفسه، مكان اللي يصير العفسة فيه. تذكرون قبل فترة رويتكم فيديو عن الكرين والدولي ومن ضمنهم السلايدر. سوينا هالسلايدر عقب ما جربناه، بس أنا شخصياً ما ارتحت من الشيء اللي سويته، يعني فقلت خلنا نبتدي في الموضوع نسوي سلايدر عدل شوي، يعني على الأقل نشتغل عليه صح. في البداية تحتاجون قطعة خشب طول تقريبا متر أو متر ونص، أنا اخترت متر ونص ستيل بايب. تحتاجون هاي اللي يستخدمونها العلاقة في الحمام على عيزكم، الحمامات أو مطابخ. تحتاجون بيرينج سيارة تحصلونها في أي محلات، وتروحون أي محل لحام وتدورون على قطعة حديدة شكل يو وتعطونه عشان يسوون لك دريل في النص، أوكي. وتدورون بعد شيء إنه يكون إذا تشوفونه L shape، وهاي البيرينج تحصلونه في محل السيائر القطع غيار سيارات. تأخذون سكروب، أوكي، تركبونه على L shape، عقب تعطونه حق اللحام يلحمون لك القطع على U shape. المهم عقب ما سويتوا هالشكل تشوفون، تروحون تاخذون القياس، هاي تقريبا 6 انش، اوكي، وتزيدون عليه تقريبا 4 انش زياده. تاخذون قطعه خشب تقصونها حدود 10 انش، تقصون قطعتين، لا ثلاث قطع كذي. عقب ما نقص الخشب اللي هو نفس ما قلت لكم ثلاث قطع كذي، قطعة واحدة طويلة، اوكي، نركبهم بهالشكل. تاخذون هالقطعة اللي قلت لكم العلاقة تركبونها، أول شيء تركبون قطعة واحدة، تاخذون القياس بعدين تركبون القطعة الثانية. ركبنا بيت واحد في النص، ركبنا خشبة، ركبنا حديدة هني بس عشان السبورت عشان ما يتحرك البيت. احنا قبل ما نركب القطعة الثانية اللي هو البيت الثاني، اوكي، نيجي نركب ذي، خليها كذي، نيجي نركب الثاني عشان ناخذ القياس انه تشوف انه اوكي ما تتحرك القطعة اللي في النص، اوكي، نركبها بعدين نركب السكروب. تقريبا عندنا اللي هو السلايدر شبه بارز،